مرحبا بكم مشاهدينا بحلقة جديدة ومشوار جديد من برنامج جريدة ونتمن على الشاشة العراقية الرياضية. اليوم المشوار مثل كل مرة فيه الكثير من الأخبار والعناوين في الصحف المحلية وأيضا السوشيال ميديا، ولا ننسى الأخبار الرياضية العالمية في كل الصحف والمواقع أيضا. كل هذا بعد الفاصل. أهلا مشاهدينا، نبدأ مشوار حلقتنا لهذا اليوم من جريدة ونت لقراءة العناوين في الصحف المحلية الصادرة لهذا الصباح. البداية أيضا من الصباح وأول نسخة منها: اكتمال صفوف الوطني قبل ملاقاة لبنان. نسخة أخرى أيضا من الصباح وفيها مجموعة من العناوين: اليوم اختبار صعب للأولمبي أمام الإمارات في غرب آسيا، اختتام بطولة أندية العراق بالكيكوشينغاي، والنفط يواجه الكهرباء في كأس سلة المثابرة، اختتام شاطئية الطائرة في منتدى صلاح الدين، تحديد موعد انطلاق دوري كربلاء للفئات العمرية. انتهت هذه النسخة وننتقل إلى نسخة أخرى أيضا من الصباح وأخيرة: استيرلينج يأمل كتابة التاريخ مع إنجلترا، الإطاحة بعصابة متهمة بسرقة منزل دي ماريا، فيرغسون يلوم سولسكاير، وكورونا يبعد نجم أستراليا عن مواجهتي عمان واليابان، الأرجنتين تنتظر وصول ميسي، ومنتخب الأردن يواجه ماليزيا في افتتاح البطولة الثلاثية. انتهت معنا الصباح وننتقل إلى صحيفة محلية أخرى وهي صحيفة المدى. الأولمبي والوطني بمواجهة اللبنانيين خلال 24 ساعة. سمير كاظم: رسالتي لآد فوكاد، امنح الثقة للاعب الجاهز. حامد كاظم: بسالة فهد بددت مخاوفنا وأشعرتنا بالإطمئنان معه. ورافق العقابي: منتخبنا قادر على التعويض وحصد 6 نقاط. وأيضا عناوين أخرى بنفس الصحيفة وهي المدى: فيرغسون رونالدو لا يجلس على دكة البدلاء، واختتام منافسات بطولة الكيكوشينغاي، الأولمبية تناقش استعداد 5 اتحادات لآسيوية الصالات. انتهت هذه النسخة من المدى وننتقل إلى صحيفة أخرى وهذه المرة مع الدستور مشاهدينا. الأسود يتدربون بعزيمة وإصرار، 24 فريقا في دوري الدرجة الأولى. الأولمبي يلاعب الإمارات بطموح التأهل. دوري الأولى قسم إلى مجموعتين، وأعلان قرعة بطولة الكأس المرحلة الثانية. سلة الحلة بطلا لدوري الشباب. دوري الأولى ينطلق 19 من الشهر الحالي، وعبيس مباراة الأولى تقام بملاعب صالحة. سيروان: من كل مجموعة يتأهل فريق للممتاز. الأوسي: لابد من توفر سيارة إسعاف بالملاعب. هذا كل ما جاء من عناوين رئيسية في صحيفة الدستور مشاهدينا. نسخة أخرى أيضا من الدستور: في الدوحة أسود الرافدين يواصلون الإعداد بمواجهة لبنان بعزيمة وإصرار. المسابقات تجري قرعة المرحلة الثانية لبطولة كأس العراق، ودوري الدرجة الأولى ينطلق في 19 من الشهر الحالي. منافسات ساخنة ببطولة الكيكوشينغاي. كأس العرب الانطلاقة من لبنان في نسخة 1963. النسخة الثالثة: العراق بطلا للعرب وليبيا تسجل رقما قياسيا. اختتام بطولة العراق لبناء الأجسام.
وأيضا لدينا عنوان حبيب وليث وعناد ضمن أبرز نجوم العراق في كأس العرب. عناوين سريعة معكم مشاهدينا بنفس النسخة من الدستور. منتخبنا الأولمبي يلاعب الإمارات بشعار الفوز، وسلط الحلة يحرز بلقب دوري الشباب، وأخيرا حمودي يبحث المشاركة بدورة الألعاب الأسيوية داخل الصالات. إلى صحيفة أخرى وهي صحيفة الحقيقة. بعد فوزه على فلسطين منتخبنا الأولمبي يواجه لبنان اليوم. علاء كاظم يقول لا للطلبة ونعم لكندا. حمودي يبحث المشاركة بدورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات مع الاتحادات المعنية. دوري الدرجة الأولى ينطلق في 19 من الشهر الحالي. انتهت العناوين في النسخة الأولى من الحقيقة. إلى النسخة الثانية معكم. وفيرجسون يلوم سولسكار بشأن التعامل مع رونالدو. ثنائي برشلونة يتحكم في مصير كومان. وأيضا رابطة التنس العالمية تحقق في الإدعاءات بشأن زيفيريف. وبرشلونة والريال ومتلازمة الشعور بالظلم التحكيمي. انتهت هذه النسخة من الحقيقة، وآخر ما لدينا مشاهدينا هي صحيفة الصباح الجديد. اليوم الأولمبي يلاقي الإمارات في ثاني مبارياته بغربي آسيا. المعادي المصري يطلب نجم كرة الطاولة أمير ثامر، واتحاد اليد يعلن المشاركة في بطولات قارية ويحدد موعد بدء الدوري الممتاز. الصغار لا يخطئون بل يتعلمون. آخر ما لدي في الصباح الجديد، أريان علي يتوج بلقبها وخمسة لاعبين ينتقلون إلى المرحلة الأخيرة. انتهت العناوين في الصحف المحلية الصادرة لهذا الصباح معكم مشاهدينا. ننتقل إلى المقالات بعد الفاصل. إلى المقالات مشاهدينا سوية. أول المقالات معي في صحيفة المدى كما تشاهدون، وبعنوان لا خيار إلا الانتصار لكاتبه الصحفي الرياضي رعد العراقي. لا خيار إلا الانتصار، هذا العنوان، وتفاصيل المقال كثيرة. نسمع يوسف. منذ خسارة المنتخب الوطني أمام نظيره الإيراني في الجولة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، واتحاد الكرة الجديد الذي حال تأحيس بيس بعد أن تسلم أول ملف ساخن من الهيئة التطبيعية يحمل آمال وأمنيات ما يثير القلق. الشارع الكروي الذي تعرض إلى هزة عنيفة نتيجة تلك الخسارة حقاً أن موجة الغضب وانهيار الثقة بإمكانية لاعبي المنتخب الوطني وقدرتهم على مجاراة المنتخبات المنافسة في المجموعة أخذت ماديات غير معتادة استخدم بها كل أنواع الانتقاد الموضوعي وغير الموضوعي، وتعددت الأساليب أو أساليب الانتقاص التي وصلت حتى الاستهزاء، بل ذهب البعض إلى إعلان الحداد على الكرة العراقية. المسألة كانت تحتاج إلى قليل من الصبر وكثير من الرؤية المنطقية لظروف إعداد المنتخب التي مرت بمراحل عسيرة، بدءا من تأخر تسمية المدرب الجديد، مرورا بضيق فترة الإعداد والتحديات التي واجهت الكادر التدريبي في المجازفة بعملية ضخ دماء جديدة وإبعاد بعض العناصر التي تمر بحالة تراجع فني وبدني. كل تلك العوامل إضافة إلى وجود مؤشرات غير مطمئنة حتى في فترة تولي كاتانيتش مهمة قيادة بتراجع الخط البياني للمستوى العام، كلها ساهمت في تذبذب الأداء بين ما قدمه المنتخب من أسلوب دفاعي بحت أمام كوريا الجنوبية وبين محاولة الانفتاح والتقدم قليلا أمام المنتخب الإيراني، ما كلفه فقدان 3 نقاط وكشف عن وجود ضعف في المنطقة أو منطقة العمليات والهجوم. هذه الحقيقة كانت تتطلب من الجميع الوقوف عندها للتخفيف من حدة الهجوم الإعلامي
والمحافظة على مساحة الثقة والحد من انفعالات والاتجاه نحو طرح الحلول من دون تشنج أو تجريح، والتمسك بالأمل والنظر إلى تضميد الجراح بهدوء وبث جرعات التحفيز للتعويض، خاصة أن المشوار لا يزال طويلا وأن نظام المجموعات يمكن أن تتحكم به نتائج المنتخبات الأخرى. نعم مشاهدينا، نبقى مع المقالات وننتقل إلى المقال الثاني. هذا المقال في صحيفة الحقيقة وبعنوان منتخب الوطن يمثلني لكاتبه الصحفي الرياضي قاسم حسون الدراجي. نسمع يوسف مجددا وتفاصيل هذا المقال. ترتبط الجماهير مع المنتخب الوطني وكل المنتخبات الأخرى التي تمثل العراق ارتباطا روحيا ووطنيا ووجدانيا، بل أن العراقيين ربما يختلفون عن باقي الشعوب في تعلقهم وحبهم الكبير للمنتخب الوطني والذي تجتمع حوله جميع القوميات والأديان والمذاهب، وتلتف حوله الجماهير الرياضية وغير الرياضية سواء كان وزير أو غفير، غني أو فقير، وتشجعه جميع الروابط وأنصار الأندية في العراق. فحين يلعب المنتخب الوطني تذوب أمامه كل المسميات والعناوين الأخرى وتنصهر أمامه كل الأسماء والعناوين. وقد شاهد العالم ماذا حصل في عام 2007 وتوحد العراقيون في خضم الحرب الطائفية المقيتة التي أراد لها أعداء العراق أن تضرب نسيجهم الجميل. وعلاقة الجماهير مع المنتخب الوطني قديمة وعريقة مع عراقة الكرة العراقية، وخير شاهد على ذلك هو الحضور الجماهيري الكبير في افتتاح ملعب الشعب الدولي عام 1966 في مباراة المنتخب الوطني ونادي بنفيكا البرتغالي، والذي يتسع لأكثر من 30,000 متفرج، في حين كان سكان العراق لا يتجاوزون 7 مليون فقط. وزاد الارتباط الوثيق بين الجماهير والمنتخب الوطني من خلال النقل المباشر لبطولة الخليج العربي في الدوحة عام 76، والتي بدأت من خلالها الجماهير وتتابع المنتخب الوطني العراقي بشغف واهتمام زاد كثيرا عما كان عليه قبل تلك البطولة. واستمر الولاء والتشجيع والدعم للمنتخب الوطني في حله وترحاله، وباتت الجماهير تحضر إلى المباراة المنتخب الوطني أينما كانت في آسيا أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية بحضور وتشجيع ينال استحسان. استطردنا في الحديث عن العلاقة الوثيقة بين الجماهير وإعجاب الجميع ومنتخب الوطن بعد أن زكمت أنوفنا هذه الأيام رائحة غريبة ودخيلة على أجواء الجماهير العراقية من خلال منشورات وتغريدات عبر صفحات التواصل الاجتماعي لا تمت لجماهيرنا بصلة، ظهرت بعد خسارة منتخبنا الوطني أمام إيران ولغاية يومنا هذا بعنوان المنتخب لا يمثلني، مبررين ذلك بسوء الأداء والنتيجة في تلك المباراة. وكان المنتخب الوطني خسر كأس العالم التي اعتاد أن يخطفها في كل بطولة، أو أن اللاعبين تعمدوا وتهاونوا في المباراة لصالح خصمهم. شكرا للزميل يوسف على قراءة المقالات. مشاهدينا نبقى معكم متواصلين بمشوار جريدة ونت، وننتقل الآن إلى السوشيال ميديا والأخبار وكل البوستات اللي نشرت مؤخرا بما يخص الأخبار الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي وأغلبها محليا. معنا الآن هذا البوست يتحدث عن منتخبنا الوطني وهو ينهي وحدته التدريبية الثانية في الدوحة تحضيرا لمواجهة لبنان. مساء الثلاثاء أنهى منتخبنا الوطني وحدته التدريبية الثانية على ملعب نادي العربي في الدوحة، وذلك تحضيرا لمباراة منتخب لبنان يوم الخميس ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 22. وسيلتحق يوم الأربعاء اللاعبان أحمد فاضل ومحمد داود بتدريبات المنتخب الوطني في الحصة التدريبية التي ستقام على ملعب نادي العربي. أخيرا سيقام في تمام الساعة 3 عصرا المؤتمر
الصحفي لمباراة لبنان بحضور مدرب منتخبنا الوطني بيغ أدفوكاد واللاعب علي عدنان. انتهى هذا البوست، ننتقل إلى آخر هذه المرة لشبكة الكرة العراقية. أدفوكاد يستدعي المهاجم محمد داود وسيلتحق بالمنتخب الوطني غدا. إلى آخر وبوست لنادي الزوراء، أحمد فاضل يلتحق بصفوف المنتخب الوطني بعد وصول تأشيرة الدخول للأراضي القطرية. ميمي بعد الإصابة نشر: الحمد لله على كل حال، وأحب أشكر كل من سأل علي، وإن شاء الله أرجع أقوى من قبل. سلامات لميمي ومشافة إن شاء الله. ننتقل إلى بوست آخر، لازلنا مع السوشيال ميديا مشاهدينا. شبكة فيفا سبورت نشرت: السفاح يونس محمود، منتخبنا الوطني يفتقد للقائد الحقيقي داخل أرضية الميدان. إلى بوست آخر ومعرض الكرة العراقية لنقرأ ما نشر: مدرب نفط الوسط عبد الغني الشهد واثق تماما من أن منتخبنا الوطني قادر على تحقيق نتيجة إيجابية من مباراتي لبنان والإمارات. انتهى هذا البوست وننتقل إلى آخر. موقع وين وين نشر: توقع التشيكي إيفان هاشيك مدرب منتخب لبنان أن تكون مباراة فريقه المقبلة أمام العراق قوية للغاية بين المنتخبين، لكونهما يبحثان عن الفوز الأول في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 22. لنقرأ بماذا وصف منتخب العراق. قال هاشيك في تصريحات صحفية أن منتخب العراق منافس يملك القدرة على تخطي الصعاب وتقديم مستويات جيدة في المواعيد المهمة، ولكنه يرى أن لاعبي لبنان جاهزون لخوض هذه المباراة بعد يوم غد الخميس على قطر أرض العراق المفترضة. نستمر معكم وإلى موقع المحترفين. قلب الدفاع العراقي ريبين سولاقا ضمن تشكيلة الأسبوع للدوري التايلندي الممتاز. انتهى هذا البوست لموقع المحترفين. ننتقل الآن إلى الأولمبي وهذا البوست: الأولمبي ينهي وحدته التدريبية تحضيرا لمواجهة نظيره الإماراتي. مساء الثلاثاء أنهى منتخبنا الأولمبي وحدته التدريبية تحضيرا لمواجهة منتخب الإمارات الأولمبي الأربعاء في المباراة التي ستقام على استاد الأمير سعود بن جلوي بتمام الساعة 9:30 مساء. شهدت الوحدة التدريبية للمنتخب الأولمبي مشاركة اللاعب زيدان إقبال محترف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تحت 23 عاما، بعد أن دخل اللاعب نظام الفقاعة الاثنين وغاب عن مباراة منتخب فلسطين الأولى قبل أن يدخل مع تدريبات المنتخب الجماعية الثلاثاء. ركز مدرب منتخبنا الأولمبي التشيكي ميروسلاف سوكوب على معالجة بعض الملاحظات
التي تم تشخيصها في مباراة منتخب فلسطين الأولمبي، وكذلك شرح الواجبات الفنية لمباراة منتخب الإمارات الأولمبية. وأخيرا يسعى منتخبنا الأولمبي لكرة القدم إلى تحقيق النقاط الكاملة في مواجهة المنتخب الإماراتي لفك صدارة المجموعة الثانية وتعزيز حظوظ المنتخب للتواجد في الدور نصف النهائي للبطولة. انتهى هذا البوست. الاتحاد العراقي لكرة القدم نشر: منتخبنا الأولمبي بالزي الأخضر أمام منتخب الإمارات الأولمبي في ثاني مبارياته ضمن بطولة غرب آسيا لحساب المجموعة الثانية في المباراة التي ستقام الأربعاء. من الاتحاد العراقي لكرة القدم إلى صدى الكرة العراقية، ونشر هذا البوست رئيس لجنة المسابقات حيدر عوفي: مواجهة النزف والديوانية لن تعاد حسب القانون، النقاط الثلاث منحت للنجف وانتهت القضية. إلى أمانة بغداد: فريق أمانة بغداد يجري وحدته التدريبية اليومية ويقابل فريق الزوراء وديا على ملعبه ضمن استعدادات الفريقين لمباريات الدور العراقي لكرة القدم. إلى بوست آخر وإلى نادي سامراء: مبارك للهيئة الإدارية لنادي سامراء الرياضي، اختتمت 2/14/2021 بطولة العراق للمتقدمين لكوكوشنغن كاراتيه، وقد حصل فريق نادي سامراء المركز الثاني فرقيا على مستوى العراق، وهو أول إنجاز يسجل للنادي منذ تأسيسه. ولحد الآن شكرا إلى الاتحاد العراقي المركزي على هذا التنظيم الجيد للبطولة وعلى رأس الأستاذ عمار عدنان وهيب. طبعا هنالك بقية للشكر مع ذكر الأسماء. نعم، أيضا لدينا آخر بوست وهو نادي الشرطة العراقي، صورة مع بوست قصير: تدريبات السلة تتواصل ولاعبه المحترف ستوغولين يصل غدا. انتهت قراءة الأخبار وما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي. نترك السوشيال ميديا مشاهدينا وننتقل إلى العالمية بين الصحف والمواقع مباشرة. أول بوست معي في العالمية هو لميسي وهو يؤكد التحاقه بالأرجنتين. أيضا معنا الآن موقع جول، نشر ترتيب الكرة الذهبية في عام 2021 حتى الآن: كانتي، امبابي، دي بروين، ليفاندوفسكي، لوكاكو، ميسي، كريستيانو، روبن دياز، وبنزيما، وفودن. نستمر معكم. وأيضا موقع كرة أونلاين نشر: برشلونة يفكر بالتعاقد مع أوريجي في يناير القادم. إلى الصحف مشاهدينا، لجازيتا ديلو سبورت، وجاء فيها هذا العنوان مع فيديو: شاهد فيديو لفيدال وهو يقضي ليلة سعيدة في جنوة. مشاهد.
طيب بعد هذا الخبر في صحيفة لاجازيتا ديلا سبورت، ننتقل الآن إلى ليكيب الفرنسية وهذا الخبر مع هذه الصورة مشاهدينا. اللاعب باسل بولي يتحدث عن رحيل رئيس مارسيلا تابي الذي صنع مجد الرفيق. بعد ليكيب آخر ما لدينا هي صحيفة بصن الإنجليزية وجاء فيها تتحدث عن كيفية الانتهاء من انتقال كريستيانو رونالدو في اللحظة الأخيرة إلى مانشستر يونايتد بواسطة إدوارد وورد وهو المحرك الرئيسي. مشاهدينا الآن وصلنا لختام حلقة اليوم، شكرا لكم على المتابعة وشكر موصول لكل كادر برنامج جريدة ونت في الكنترول وأيضا الاستوديو وغرفة الأوتوميشن. نذكر مشاهدينا بإمكانكم متابعة برامج العراقية الرياضية والنشرات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام يوتيوب وفيسبوك أيضا. شكرا للجميع، إلى اللقاء.